للأسواق الأسبوعية في البوادي نكهة خاصة، ففي تلك الأسواق يمكن الظفر بمنتوج فلاحي لم ينل منه الإعمال المفرط للمواد الكيماوية. وفي تلك الأسواق تلتقي العيون والنظرات والوجوه، ويسمع من الحديث هزله وأكثره جدية. وفي تلك الأسواق الأسبوعية تجار يجعلون أيام الأسبوع أيام أسواق ما عدا يوم الجمعة بالنسبة لأغلبهم. الذين يعشقون التوجه إلى الأسواق الأسبوعية قد يكون تناهى إلى علمهم وجود سوق أسبوعي يحمل اسم سوق ثلاثاء الجناديز. لا يبعد هذا السوق سوى بنحو 40 كيلومترا عن مدينة خريبكا. في يوم السوق تدب الحركة على طول الشريان الطرقي الذي يفضي إلى ثلاثاء الجناديز. قبل الفجر يسلك تلك الطريق الباعة وقد حملوا سياراتهم بضاعاتهم، بل إن منهم من يبيتون في السوق يمضون وقتا غير يسير ينصبون خيامهم. الذين اعتادوا التوجه إلى ثلاثاء الجناديز من التجار والمتسوقين ألفوا وجه المعطي. كان رجلا تميل قامته إلى القصر وله صوت به خشونة، يعمل مساعدا لأحد الجزارين. يبدأ عمله فجرا، يشارك في ذبح العجول والأغنام التي تباع لحومها طرية، ويؤخذ منها ما يشوى على الفحم، ويقدم وجبات للمتسوقين مع الخبز والشاي. لم يكن المعطي من سكان ثلاثاء الجناديز، ولكنه كان من الوجوه التي تحضر إلى هناك أيام السوق الأسبوعي. كان في جملة ما يقوم به من أعمال أنه يتولى طحن اللحم وتحويله إلى كفتة، وكانت قامته التي تنزع إلى القصر تجعله في نفس مستوى الطاولة التي ثبتت عليها آلة الفرم. في الجانب المقابل له بلعربي صاحب الشاي، وكان يفترش جلدة خروف بجانب البرمة النحاسية التي يصدر منها البخار بلا توقف. حين ينفض السوق، وكان ذلك عند العصر في أغلب الأحوال، يبدأ التجار في جمع ما لم يبع من بضاعتهم ويفككون خيامهم. سيعودون بعد أسبوع، وفي اليوم التالي ستكون وجهتهم إلى سوق أسبوعي آخر. كذلك كان حال سوق ثلاثاء الجناديز في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. كان المعطي مساعد الجزار قد تجاوز الأربعين، وقد علم من دفعهم فضولهم إلى سؤاله أنه لم يتزوج. الذين أرادوا النبش أبعد في سيرة هذا الرجل البسيط علموا منه أنه من بن سليمان. لم يكن في شخصية المعطي ما يغري بالنبش والتقصي، ولكن العلاقات الإنسانية في فضاءات كالأسواق الأسبوعية هي في جانب كبير منها فضول وحب للاستطلاع. ولعل كثيرين ممن يزداد فضولهم درجة ودوا لو أن المعطي يفضي إليهم بالمزيد عن حياته وأصوله، وهم ينهشون قطع اللحم ويرتشفون من كؤوس الشاي التي يعدها بلعربي، الذي يظنون أنهم يعرفون عنه أكثر مما يعرفونه عن المعطي. لعل الساعات التي يستغرقها عمر يوم السوق في ثلاثاء الجناديز لا تتيح فرصة أكبر لإشباع فضول الفضوليين. ثم أليس هناك في الحياة ما يكفي مما ينبغي القيام به؟ يحدث من وقت إلى آخر أن يأتي إلى سوق ثلاثاء الجناديز من لم تؤلف رؤيتهم هناك، وأغلبهم يقودهم حب الاستكشاف، ومنهم سياح أجانب تجلب عرباتهم المميزة الفضوليين، فيتحلقون حولها وكأنها مركبة نزلت لتوها من الفضاء. يتجول هؤلاء في السوق ويشاهدون تحت خيمة من تلك الخيام التي تقدم اللحم المشوي والشاي بالنعناع. في يوم ثلاثاء من أبريل من العام 86 900 و1000، في جو ربيعي يزيد المنطقة بهاء، وصلت إلى سوق ثلاثاء الجناديز سيارة من رباعيات الدفع، لونها الأبيض المشرب بزرقة لطيفة خفيفة يضيف فخامة إلى فخامتها. نزل من السيارة شابان ومعهما امرأة. كان الثلاثة يضعون على أعينهم نظارات شمسية سوداء، وكان جليا أن أقدامهم لم تطأ هذا المكان من قبل. انطلقوا مستكشفين السوق، ثم كما هو حال أغلب المتسوقين
انتهى بهم المطاف إلى خيمة لبيع اللحوم المشوية. ومن عجيب أمور تلك الخيام أنها تجلب إليها الناس ولو لم يكن بهم جوع، ولعل كثيرين يتخذون المرور عبر واحدة من تلك الخيمات ركنا من أركان زيارة الأسواق الأسبوعية في البوادي. في مدخل الخيمة ودون أن يتخلى عن مديته الطويلة وقف من بدا أنه صاحبها، واستقبل الزوار الثلاثة بكثير من الحفاوة وأشار إلى طاولة خشبية ودعاهم إلى الجلوس. تداول الثلاثة همسا فيما يأكلونه، ثم أشار أحد الرجلين إلى من رحب بهم وقال له إنهم يريدون كيلو من الكفتة وبراد شاي. وقد باغتهم الرجل وهو يردد بصوت سمعه كل من في الخيمة ومن حولها: كيلو من الكفتة وعجل بذلك المعطي. نظرت المرأة التي برفقة الرجلين إلى جهة ذاك الذي ناداه بالمعطي، بدا لها رأس يعتمر قبعة ويتحرك بإيقاع ذراع آلة فرم اللحوم. لم تتمكن من ملامحه لأنه كان ينظر إلى جهة الممر الذي يسلكه المتسوقون. ليس مهما أن ترى وجهه. عادت لتشارك الشابين اللذين معها أطراف حديث بدأوه قبل أن يلجوا الخيمة حيث المعطي. مر من أمام الخيمة كلب بعنقه سواد، ما لبث أن ظهر باسطا ذراعيه خلف الخيمة ينتظر أن يلقى إليه بعظمة أو بقطعة لحم مشوي. لم يكن في الأمر ما يلفت انتباه الذين اعتادوا زيارة الأسواق الأسبوعية في المجال القروي. قالت المرأة وقد وضعت على الطاولة الخشبية نظاراتها الشمسية إنها تريد أن تطلب ممن يتولى الشيء أن ينضج الكفتة جيدا. لم يعقب أي من الشابين اللذين معها، قامت وذهبت إلى حيث موقد النار الحديدي. تحدثت إلى من يباشر عملية الشيء، ثم التفتت جهة الذي يفرم اللحم، ظنت أنه هو المعطي الذي نادى عليه صاحب الخيمة. التفت جهتها، ابتسمت له وانصرفت. بدا لها وجها تعرفه ولكنها لا تذكر جيدا أين صادفتها، ثم إنها صرفت عن الأمر تفكيرها، فقد يكون شبيها لشخص عرفته فيما مضى. عادت إلى الطاولة، ثم أحضرت الكفتة المشوية على طبق من البلاستيك، حيث فرشت لها قطعة من ورق لا هو بالأبيض بياضا خالصا ولا هو بالرمادي الصريح. جيء ببراد شاي بدا وكأنه أحضر من ساحة حرب لفرط ما ناله من ضربات، ومعه كؤوس يكاد يكون عددها ضعف عددهم. تناول الثلاثة الكفتة وشربوا الشاي، ثم نهضوا يريدون الانصراف. دفع أحد الرجلين ثمن الأكل، وبينما هم يغادرون توقفت المرأة عند المعطي أمعنت النظر إليه، ولما انتبه إليها ابتسمت ومضت. من ورائه كان صاحب الخيمة يراقب. لما انصرفت قال له: لقد أعجبت بك. ضحك المعطي حتى احمرت وجنتاه ورد بأنه لم يفهم سر نظرها إليه. قال إنها فعلت الشيء نفسه قبل أن يحمل الأكل إليها والذين برفقتها. ظن المعطي ومشغله أن الحكاية انتهت بانصراف المرأة. ركب الثلاثة تلك السيارة البيضاء رباعية الدفع، وما أن انطلقت حتى عادت المرأة وهي أم الشابين اللذين يرافقانها واسمها بتول إلى موضوع المعطي. قالت لهما إنها تظن أن الرجل قصير القامة الذي كان يتولى فرم اللحوم والذي ينادى عليه بالمعطي يشبه شخصا كان يعمل حارسا في ضيعة عمها اليزيد في ولاد حميد. لم يبدي الشابان كبير اهتمام لما تقوله والدتهما، إلى أن قالت إن الذي تقصده اسمه علال، وإنه اختفى منذ ما يقرب من 25 عاما بعد أن تسبب في مقتل إحدى العاملات في الضيعة. أضافت أنها تذكر ملامحه جيدا، إذ كانت كثيرا ما تزور تلك الضيعة خلال عطلة الربيع خاصة. قال الشاب الذي يمسك بالمقود: ماما، هل تريدين أن نعود ونمسك به؟ ضحكت المرأة وردت أنها ستتصرف حين ترى اللحظة مناسبة، ثم إنها حكت لهما قصة علال وربيعة الفتاة التي كانت تعمل في ضيعة عمها اليزيد. كانت طرية العود، لها من الحسن ما لا تخطئه عين.
وكان علال مغرما بها، وقد يكون وعدها بخطبتها من والدها، وقد يكون وعدها بأشياء أخرى كثيرة لم يعلمها أحد. تحكي المرأة أنها علمت أن ربيعة التي كانت في ربيعها السادس عشر لم تكن قادرة على اتخاذ قرار واضح، بينما علال وهو في العشرين لا يتوقف عن البوح لها بحبه، وكانت تحس بسبب ذلك بضغط شديد. كانت لربيعة غرفة داخل السكن الرئيس في الضيعة، بينما كان علال يسكن بيتا صغيرا سقفه من قصدير في مدخل الضيعة. وقد تطورت العلاقة بين الشابين، وظن من يوجدون في الضيعة أن الإعلان عن زواجهما لن يتأخر كثيرا. تذكر أن عمها اليزيد وزوجته قصدا في تلك السنة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وخلال غيابهما الطويل ذاك تحلل كثيرون من قيود نظام صارم كان يفرضه اليزيد على إيقاع الحياة اليومية في الضيعة، وحدثت أشياء كثيرة. أسبوعين بعد عودة الحاج اليزيد وزوجته الحاجة عيشة، وبعد انتهاء الاحتفال بعودتهما الذي استغرق أياما، استيقظت الضيعة صباح ذات يوم على غياب ربيعة وعلال، وظن الجميع أنهما ذهبا معا وأنهما دبرا سويا فرارهما. كان الوقت يقترب من الظهيرة، ظل السكن الذي يشغله علال مغلقا. بعث الحاج اليزيد بمن يوقظه إن كان لا يزال نائما، ولكنه لم يتلق ردا، ولذلك قرر الحاج اليزيد أن يفتح الباب بالقوة. تولى الأمر فلاحان، ولما انفتح الباب وقعت أنظارهم على مشهد رهيب. على الأرض جسد ربيع الغض بلا حراك، كانت ميتة، عيناها مفتحتان تنظران إلى السقف. أبلغ الدرك بالحادثة، وكشف التشريح الذي أجري عليها أنها خنقت وأنها كانت حاملا من بضعة أسابيع. منذ ذلك التاريخ، منذ 25 سنة الآن، لم يعثر على أثر لعلال الذي يشتبه في أنه من قتل ربيعة. ثم عادت باتول لتقول إن لديها شكوكا قوية في أن ذاك الرجل الذي كان يفرم اللحم في سوق ثلاثاء الجناديز إنما هو علال، وأنه غير اسمه حتى لا يكتشف أمره. في ولاد حميد صارت قصة ربيعة ذكرى بعيدة، بل إن من الناس من لم يسمع بها قط، وقد أبدى ولد باتول حماسا للنبش في هذا الملف الذي طواه النسيان أو كاد. ومع أنها لم تكن موقنة أن بمقدورها أن تدفع إلى فتح ملف مقتل ربيعة من جديد، إلا أنها ظنت أنها إن حاولت فلن تخسر شيئا، وقد تساعد في الكشف عن حقيقة ما جرى. بعد أن استشارت من معارفها من له إلمام بمثل هذه القضايا، تم الاتفاق على تقديم رسالة مكتوبة إلى مصالح الدرك بها ما يكفي من المعلومات للوصول إلى المعطي الذي قد لا يكون إلا الاسم الذي اتخذه علال بعد هروبه من ولاد حميد. تضمنت تلك الرسالة كل هذه التفاصيل، وحين توصلت بها مصالح الدرك قررت البحث عن علال لمساءلته. لم يكن هناك أسهل من إرسال من يستجلي الأمر إلى سوق ثلاثاء الجناديز في يوم السوق الأسبوعي، ولم يكن صعبا الوصول إلى المعطي. فوجئ الناس هناك بالإمساك بالمعطي مساعد الجزار، وذهبت تعاليقهم مذاهب شتى. ولكن ما لن يعلموه يقينا هو ما دار في مقر الدرك الملكي. أصر المعطي على أنه المعطي، وأنه لا اسم له غير ذلك، وكان اسمه في بطاقة التعريف الوطنية المعطي ولد حميد. وقد لفت انتباه من تولى البحث معه أنه قد يكون اختار ذلك الاسم ليذكره بماضيه في ضيعة الحاج اليزيد في ولد حميد، تلك الضيعة التي أنكر بإصرار معرفته بها. كان الباحث مطلعا على تفاصيل ما تم تضمينه ملف مقتل ربيعة قبل عقدين ونصف من الزمان، وقد فاجأه حين قال له إن ربيعة ما زالت تنتظر قدومك لخطبتها. امتقع وجه المعطي وصار شحوبه بينا، وهم بأن يقول شيئا، ولعله تذكر أنه رهن التحقيق فأمسك، ولكن ردة فعله تلك استنفرت انتباه الباحث
الذي سارع إلى الاستطراد قائلا: نعم إنها لا تزال حية ترزق، لا إنها ماتت، قالها بصوته الخشن في لحظة وشت بانهياره من الداخل. ثم إنه ود لو أن كلماته تلك عادت من حيث نطق بها. ابتسم المحقق وبنبرة فيها الكثير من الهدوء قال له: احكي لنا كل شيء الآن يا علال. بكى بكاء نادم، ربما كان بكاء من انهزم في معركة تخف صمد فيها ربع قرن. حكى علال ليلة قتله ربيعة التي زعم أنها حملت من غيره وأرادت أن تحمله وزر ما فعلت، كذلك قال. ثم حكى كيف استدرجها إلى سكنه في مدخل الضيعة وكيف خنقها حتى الموت، وحكى كيف تسلل من الضيعة بعد أن حمل بعض الزاد وانطلق إلى المجهول. رأى في الأسواق الأسبوعية التي تقام في البوادي مخبأً آمناً. قال إنه على مر تلك السنين الطويلة لم يلتقي أحداً يعرفه من أبناء قريته أو من الذين عملوا معه في ضيعة الحاج ليزيد. قال أيضاً إن عالم الأسواق الأسبوعية صار عالمه الذي لم يعد يستطيع العيش خارجه. بيّنت التحريات أن لا أحد من الذين كان يعمل معهم شك مرة في أن يكون للمعطي اسما آخر أو أن يكون يجر وراءه ماضي إنسان قاتل. قتل علال حبيبته ربيعة بعد أن شكك في حملها منها. قتلها مع سبق إصرار وترصد. اعترافاته كانت سيدة الأدلة، وعلى أساسها أحيل ملفه على العدالة.